شاهنشه ملك آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. شاهنشه ملك آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار قاب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. آن یک سوار قاب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. محبوب و حبیب ذات سرمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن ليس للإنسان وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَى المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر.
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن علي النشأة الأخرى مود فما أبقى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح
إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى والمتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي والمتفكة أهوى فغشها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. فغش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله. أن تحيا بكل أماني وتظل في من آمن.
عن الأحزان إن شئت أن تحيا بكل أماني وتظل في من آه عن الأحزان وتنال في الدارين وتنال في الدارين وتنال في الدارين عيشا هانئا 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 وسعادة وسلامة عليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو عليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء فيه شفاء فيه شفاء فيه شفاء للصدور ورحمة به تبادل حيرة الحيران وبه النفوس يزول عنها غلها وبه النفوس يزول عنها غلها يزول عنها غلها وبه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش بطمئنان وبه القلوب ترقى إلى هام العلا فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان أيك هستي طالب صدق صفا قرآن بخان قرآن بخان طان بستي ديد أزدار فنا قرآن بخان قرآن بخان
بستی دید از دار فنا. قرآن بخوان قرآن بخوان، ای که میخواهی چو مردان خدا در این جهان با خدا آشنا. قرآن بخوان قرآن بخوان، ای که میخواهی چو مردان خدا در این جهان با خدای خیش گردی آشنا. قرآن بخوان قرآن بخوان. شامل حالت شبت لطف خدا. قرآن بخوان قرآن بخوان. دوستایی همچو بوزر در مسیر زندگی. شامل حالت شبت لطف خدا. قرآن بخوان قرآن بخوان، ای که میگویی چرا باشد دعایم بی اثر. ای که میگویی چرا باشد دعایم بی اثر. بهر تأثیر دعا بعد از دعا. قرآن بخوان قرآن بخوان. بهر تأثیر دعا بعد از دعا. قرآن بخوان قرآن بخوان قرآن بخوان. واتلو الكتاب 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 مرتلا آياته متدبرا ببيانه الفتان. 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 ظهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان. ظهر به أسماعنا وأزح به صدى القلوب بأعذب الألحان. وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب عدل الكتاب
الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب، عدل الكتاب وسادة الأكوان. ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب، عدل الكتاب. ولعترة الهادي تولى فإنهم عدل الكتاب، عدل الكتاب وسادة الأكوان. سيظل قرآن عنواني، وولاء آل محمد عنواني، عنواني. شاهنشاه ملك آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. شاهنشاه ملك آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار آب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. آن یک سوار آب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. محبوب و حبیب ذات سرمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد رسول الله. اسم اعظم منبع جود، محمد یا محمد، که از او هر وجودی هست موجود. محمد یا محمد، صفی و نوح و ابراهیم و موسی، ذبیح و حشمت الله و مسیحا. شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار قاب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. آن یک سوار قاب قوسه، وان سید و پیشوای کونه. محبوب و حبیب ذات سرمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد رسول الله. محمد، يا محمد رسول الله.
مرشد هست این دوا مسلم، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار قاب قوسه سید و پیشوای کونه، آن یک سوار قاب قوسه بان سید و پیشوای کونه، محبوب و حبیب ذات سرمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد رسول الله، در آن روزی که یک تن داد رس نیست، محمد یا محمد، جزو پیغمبری فریاد رس نیست، محمد یا محمد. چه گفتم زین خداوند خدا جوست، نمیدانم هر چه باشد هر چه هست اوست، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار قاب قوسه بان سید و پیشوای کونه، آن یک سوار قاب قوسه وان سید و پیشوای کونه، محبوب و حبیب ذات سرمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد، سالار پیامبران محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد رسول الله، جزو پیغمبری فریاد رس نیست، محمد یا محمد. چه گفتم زین خداوند خدا جوست، نمیدانم چه باشد هر چه هست اوست، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش، شاهنشه ملک آفرینش، هادی و پناه اهل بینش. آن یک سوار قاب قوسه وان سید و پیشوای کونه، آن یک سوار قاب قوسه وان سید و پیشوای کونه، محبوب و حبیب ذات سرمد، محمد.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها
زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوات برم برزاد شما سردار دو عالم صلی علی وصفت واللیل اذا یخشا سردار دو عالم صلی علی اے فخر رسول ہادی سبل کائنات جمل بتغل گل کل اسرا ادنا اولا اخرا مبسوط بتبسطہ ہر گل یاسین مزمل متصر تاہا ما انزلنا انجل ادن و منی کی صدا زیبا بشما ما زاغل بسر کہل تیری وصف ثنا لولا کلمہ سردار دو عالم صلی علی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وحلقنی بالصالحین. یا اللہ کریم آج کی اس عظیم شان مقدس محفل میں ہمارے مہمان جمہوریہ ایران سے تشریف لانے والے ان کے اور لسان میں عرفان میں برکت عطا فرما، ان کی عمر درازی فرما، سامعین پر رحمت فرما، خصوصاً اس پاک مہینے کی عظمت کے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے ہمارے شیخ الاسلام حضرت ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب مدد ضلع العالی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ فرما، ان کے صاحبزادگان کو سرمایہ افتخار بنا، تحریک منہاج القرآن کو ہمیشہ ترقی برکت عطا فرما، اسلام کو سر بلندی نصیب فرما، عالم اسلام کو فتح یابی نصیب فرما، پاکستان کو امن کا اسلام کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آخری بار کلمہ طیب نصیب فرما، کل مسلمان آنے عالم بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ فرما، بے اولاد کو نیک صالح اعلیٰ عطا فرما. اس لیلۃ القدر رمضان مبارک کی ہر گھڑی میں جتنی برکتیں ہمیں حصہ عطا فرما، متقفین پہ رحمت فرما، ہماری حاضری یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم ہم جو کچھ نہیں مانگ سکتے وہ بھی ہمیں عنایت فرما. تمام مسلمین کو مکہ پاک، مدینہ پاک، کربلا اللہ بغداد شریف کی حاضری نصیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی نور ارشی جن فرش قاسم اس کی سینا محمد و علی صاحب ذریات و آل بیتی و ترتی ازواج اجمعین. شاہنشہ ملک آفرینش حاجی و پناہ اہل بینش، شاہنشہ ملک آفرینش حاجی و پناہ اہل بینش، آن یک سوار سوار